صلى بينا على النبي. فيلم النبي بيحكي عن المحقق بنستير واللي بيكون عايش في ولاية ميامي بعد ما حصل فيها كارثة عبارة عن فيضانات خلت فيها مناطق كتير اختفت تحت المية ومناطق تانية جافة. وبنعرف ان بنستير ده شخص مخترع وعنده ابتكار رهيب بيساعد الناس على الرجوع لذكرياتهم ومسميها غرفة الذكريات، وبيكون عبارة عن طريقة تساعد الناس تشوف ذكريات من حياتها، وهو بيشوفها زي الهولوجرام اثناء الجلسة، وممكن كمان يسجلها ويخزنها زي الفيديوهات بالظبط. بيجيله صديقه المحارب وبيعرف انه سبيته بسبب ملك الارض، وبيرجعه لذكريات حلوة في الماضي وقت ما كان بيحب يلعب مع الكلبة بتاعته. بعدها بتجيله ست اسمها ماي وبتقوله انها نسيت المفاتيح بتاعتها ومحتاجة ان هو يساعدها تدور عليه، وفعلا بيرجعها للذكريات اللي فاتت عشان تعرف نسيت المفتاح فين. وبتطلع مغنية وصوتها رائع جدا، ولما بتخلص الجلسة بتمشي وبيكتشفوا انها نسيت الحلقة بتاعها عند المخترع ده. وبنعرف ان المخترع ده بيستعينوا بيه في النيابة عشان يرجع ذكريات ممكن يحتاجوها في قضايا معينة. وبيشوف زميلته إيفري اللي بتحقق مع رجل أعمال اسمه سيلفيان ومش عارفة تثبت عليه القضية الموجهة ليه. بيروح بعدها المخترع بانستير للمكان اللي بتشتغل فيه ماي وبيديها الحلقة بتاعها وبيقول لها ان صوتها حلو فعلا، وبيرجع معاها لأول لحظات عاطفية عاشتها في حياتها. وبيروح معاها للبيت وبتتكلم معاها عن الذكريات اللي بيقول لها انها مهمة، وبتقول له يمكن مرتبش الذكريات صح، وبتختفي بعيد عنه او هو بيتخيل كده. وبيطلع الموضوع كله عبارة عن ذكرى وهو بيحاول يعرف تفاصيلها عن طريق الابتكار بتاعه واللي اسمه غرفة الذكريات، واللي بيجربه على نفسه من فترة كبيرة ومش بيقبل اي اعتراض على الفكرة من اي حد، ومستغرب السبب اللي خلى ماي تبعد عنه من غير ما يعرف مكانها ولا عارف حتى ممكن يقدر يوصل لها ازاي ولا بانهي طريقة. وبتكلموا المساعدة بتاعته واتس انهم لازم ينسوا الموضوع ده خالص علشان في مصيبة اكبر من كده، وهي ان مفيش معهم تقريبا فلوس يقدروا يعيشوا بيها هي او هو، وان زميلته إيفري هتوفر لهم شغل صباحي لان بالشكل ده هيفضل غرقان في الذكريات، والذكريات اللي بيفكر فيها مش هتخلص ولا هتنتهي ولا هو هينساها، بس مش هيكون معاه اي فلوس تساعده ان هم يعيشوا خالص. بيحاول يسأل عنها في اي مكان ممكن تكون راحت له او بتشتغل فيه زي اي نايت كلوب اتخيل انه ممكن يدور عليها وان هو يمكن يلاقيها فيه، وكل مكان كان بيروح له كان بيلاقي ردود كلها غريبة او مش مفيدة تحبطه في انه يوصل لماي، وما بيعرفش يوصل لاي حاجة خالص بعد ما بيدور في اكتر من مكان. بس برضو بيقرر ان هو مش هيوقف اللي بيعمله، وبيفتكر شريحة كان مسجل عليها ذكريات وبيجيب شرائح الذكرى دي بس بتكون قديمة شوية، وبيفتكر ذكرى ليهم في حديقة وهو مبسوط بيها جدا. وبيفتكر كمان كلامه معها ان هم يعرفوا بعض من فترة صغيرة وازاي قدروا يحبوا بعض، وهو بيقول لها انه كان محارب وكان احسن حاجة بالنسبة له وقت الغروب، وانه كان بيحب يعيش لحظات الغروب دي بفرحة قبل بداية الصراع في الحرب كل يوم. وبيفوق من الذكريات على صوت خبط على الباب وبيتعصب جدا ان في حد قطع تركيزه في الذكريات اللي عايش فيها، وبيخرج علشان يفتح الباب بس بيلاقي عربية شكلها غريب بتبعد عن المكان اللي هو فيه، وبيلاقي في الارض المفتاح اللي كان مع ماي قبل كده. بيروحوا على النيابة واول ما بيدخلوا بيلاقوا مسجون محكوم عليه بالاعدام عاوز يهرب، وبيسيطر عليه بانستر من غير ما حد يضربه بالرصاص. وبعدها بيدوروا ورا خيوط قضية المجرم اسمه الثعلب، وبيعرف التفاصيل من ذكرياته اللي لما بيشوفها بيلاقي ماي في وسط الذكريات، فبيندمج اكتر مع تفاصيل ماي وبيعرف انها كانت على علاقة بتاجر مخدرات واللي كان بيشتغل عنده المجرم اللي اسمه الثعلب، وانه حصل بينها وبينه خناقة بس لولا الرئيس العصابة بيأدبه وبيفكر انه يقتله. ولما بيسأله باني سار اخر مرة شفتها فين بيحكي له عن التفاصيل، وبيعرف بانستر انها كانت مدمنة وبيتصدم جدا بس برضه بيقرر ان هو يدور عليها. وبيسافر على ولاية اوريلاند وبيقول للرئيس العصابة ان هو صديق حد يعرفه اسمه لورونزو، بس بيطلع رئيس العصابة ذكي جدا ومن مجموعة اسئلة بيكشف لان الشخص اللي اسمه لورونزو مات من فترة، وبيعرف انه جاي بيدور على ماي، فبيقرر رئيس العصابة انه يعذبه لحد ما بتيجي صديقته واتس وبتضرب حوض السمك اللي كانوا بيعذبوه فيه بالنار، وبتخلصه من الموت فعلا وبتخرجه من المكان سليم. ولما بيشكرها على الرصاصة اللي ضربتها على حوض السمك بتقول له انها ما كانتش تقصدها في الحوض لكن كان قصدها انها تضربها على رئيس العصابة. بعدها بيدخل تاني في دوامة الذكريات وهو بيتكلم معاها عن اي ذكرى تفتكرها، وبتقول له انها قابلت ست عندها بيت في وسط المية وان الست دي ساعدتها وان ده اغرب من الخيال. وبعدها بيفهم من الذكريات وبيفتكر مع صديقته واتس تفاصيل اخر مرة جت فيها ماي على غرفة الذكريات بتاعته، وبنعرف ان ماي زارت واتس قبل ما يوصل بانستير وبيتكلم معها وبتسألها هي بتكرهها ليه، وبتعرف منها ان واتس حاسة انها مخبية حاجة، وبتعرف منها حكاية ادمانها للمخدرات، وبتقول لها واتس عن قصتها وقد ايه هي عاشت حياة صعبة بس هي مدينة بالفضل لبانستير
كثير انه بيساعدها تكمل في الحياة وكمان تبطل تشرب كحوليات. وبنعرف ان بانستير دخل واتس غرفة الذكريات وزعل لما عرف كل المعلومات دي واللي كانت واتس مخبيها عنه. بيروح بعدها يدور على بنت اسمها اليسا صديقة ماي، وبيعرف انها اتقتلت وان ابنها كمان اتخطف، وبيحاول انه يدور على ماي مرة تانية لما بيسمع صوت مزيكا رمز الخزنة بتاعته واللي شاكك ان ماي عارفاه. وبيطلع شخص يتعدى عليه وبتقول له واتس ان في شخص في ذكرياته لازم يعرفوا معلومات عنه. وبنعرف ان سيلفان رجل الاعمال النصاب مات، ومراته وابنه هيورثوا كل ممتلكاته وصعب حد يثبت عليهم اي حاجه. وبنعرف ان الضابط الفاسد واسمه بوس كان بيشتغل مع سيلفان، وان سيلفان كان متجوز اليسا وعنده منها ابن، وهو اللي قرر يتخلص منه علشان محدش يورث غير مراته تمارا وابنه اللي بيكون منها بس. وبتحاول واتس انها تقنع بانستير انه يرجع عن اللي بيفكر فيه وانه ما يكملش في التحقيق ده، لكن هو بيكون خد القرار خلاص وبيروح فعلا لبيت تمارا مرات سيلفان اللي بتقوله على كل حاجة. وبيعرف سر الضابط بوس وعلاقته بجوزها البارون سيلفان، وأثناء كلامه معها بيدخل ابنها وبيطلب الحراسة انها تمسكه وتخرجه بره، وفعلا بيخرجه بره، لكن الحارس اللي بيضرب نار عليه بيضرب العيار بالغلط وبيجي على الأرض وما بيجيش فيه. وبيسأله عن معلومة في فترة الجيش، وبيعرف بانستر ان الشخص ده خدم معاه في الجيش وان هو يعرفه كويس، وفعلا الحارس بيسيبه ان هو يهرب وبيهدده لو قل مرة تانية العيار هيكون في مكانه. وبيحاول يركز في كلام تمارا مرات البارون سيلفان عن المكان اللي يقدر فيه انه يلاقي الضابط الفاسد بوس، وبياخد لانش وبيروح فعلا على مكان مكب النفايات اللي عرفه من كلامه مع تمارا. وبتحصل مضاردة كبيرة بين بوس وبانستر، وبيغرق بوس، ولما بيحاول بانستر انه هو يخلصه بيضربه بوس وكان فعلا هيموت، بس بيفوق وبيوصل لبوس وبيحقنه بمادة مخدرة وبيعرف منه كل الاسرار اللي عاوز يعرفها عن طريق غرفة الاسرار بتاعته اللي دخل بوس فيها، وعرف منه حاجات كتير ما كانش يتوقعها، وان الموضوع كله مترتب انهم يراقبوه ويراقبوا اي تصرف منه ممكن يفيدهم، وكمان يتواصلوا مع اي حد من صحابه ومنهم صاحبه المحارب اللي عارف عنه تفاصيل كتير. وبيعرف كمان ان ماي كانت عارفة بموت اليسا لان ابنها ممكن يورث مع سيلفر، وهو كواحد من البارونات ما بيحبش ان حاجة زي دي تحصل، وفعلا بيروح يقتل اليسا وما بيعرفش يقتل ابنها فريدي لان ماي بتاخده منه وبتهرب بيه. ولما بتحاول توصل لبانستر مرة تانية بيكون بوس في الطريق وبيجبرها انها تمشي معاه، بس هي بتسيب اثر لبانستر عشان يعرف ان هي اللي كانت بتخبط على الباب وعاوزة تبلغه رسالة مهمة. ولما بيسألوا عن تفاصيل اكتر عشان يعرف فين الطفل فريدي، بيعرف ان بوس خطف ماي وعذبها عشان تقوله على مكان فريدي، وفعلا بتقوله على المكان واللي اتكلمت عنه قبل كده مع بانستر، بس بتقرر انها تقتل بوس وتنتحر عشان ما يقدرش يوصل للطفل. وبيعرف بانستر ان ماي انتحرت، فبيقرر يعذب بوس ويفكره بذكريات صعبة عدت عليه، وبيخليه يفتكر ان اللي عذبوه حرقوه وهم كانوا السبب في العاهة اللي كانت عنده. بعدها بيروح بانستر لبيت البارون سيلفان وبيتكلم مع ابنه، وبيعرف ان هو العقل المدبر لقتل اليسا وابنها فريدي، وان هو اللي اتفق مع بوس على الموضوع ده مش ابو سيلفان لانه كان مات وقتها. وبعدها بيروح لزميلته واتس وبيديها ادله جديده تساعده في القضيه، وبيشكرها جدا وبيتمنى لها ان حياتها تكون اسعد. فبتستغرب كلامه وبتقول له انت ليه بتتكلم كده كاني مش هشوفك تاني. وبيرجع مره تانيه لاوضه الذكريات بتاعته ويرجع لكل الذكريات اللي كانت بينه وبين ماي من البدايه بكل حذافيرها، وبنشوف واتس وهي بقت جده وسنها كبير جدا وبتتكلم مع فيديتها اللي قلقانه جدا على بانستر اللي قرر ان هو يقضي الباقي من حياته في انه يعيش الذكريات اللي كانت بينه وبين ماي، وان دي تعتبر اسعد اللحظات في حياته واللي بيحب يفكر فيها ويعيدها ويرجع لها كتير قوي.